عش لحظتك الحاضرة بما فيها من أحلام وآمال. اللحظة التي تعيشها الآن أثمن لحظة في حياتك وأجمل لحظة في عمرك كله. استثمر لحظتك في كلمة صادقة وابتسامة مترعة بالمشاعر وفعل يكتب أثره اليوم أو ينتظر عائده غدا أو سعى ما يكون. عش لحظتك سواء كنت في بيتك أو على قارعة الطريق أو في مقر عملك أو في لقاء من تحب. عشها بالطريقة التي تزيد من رصيدك وتوسع في أثرك وتكتب حظك من الدنيا. فاللحظات تمضي من عمرك، وغدا أنت مجموع هذه اللحظات.